حورين في منطقة المدينة المنورة بدعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو نائبه. من أعلى المستويات كانوا أغلب الدكاترة، مو أغلب الدكاترة، كل الدكاترة يحاولوا يساعدونا في الوصول للهدف. عمالة شؤون الطلاب بالنسبة لي هو المكان اللي انصقلت فيه شخصيتي. رسالتي للطلاب والطالبات اليوم: لا تحصروا نفسكم في مجال تخصصكم. من أكثر من 17,000 متقدم ومتقدمة من طلاب جامعات المملكة حيث تأهلت. متخصص في جمال الصوت في الأذان والقرآن الكريم. خط المركز الثالث عالميا والاول عربيا ولله الحمد. نبدا بوكيل جامعه طيبه الاستاذ الدكتور سلطان بن زيد العمري، رئيس برنامج التنميه الوطني المهندس عبد الله بن ابراهيم الرخيص. معلومات الدكتور خالد بن صالح الشتري. ب35,000 ريال لكل فريق، هذه طيبه وهلله. الفائزين بالمركز 44,000 ريال، الفريق الاول اس دي تي فرسان العرب المصممه حسب احتياجات العميل بيون. مبروك. أيضا فائزين اثنين بنفس عدد النقاط و50,000 ريال لكل فريق صيدل منصة تربو تصحيح. 50,000 ريال فريق ردود. مبروك. أن يكون في المركز الأول والفوز ب100,000 ريال سعودي فريق طوارق. ألف مبروك. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لكم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على حضوركم ورعايتكم وتشريفكم ودعمكم الكريم لرواد ورائدات الأعمال في المنطقة. الآن سمو الأمير لو تفضل لتنشين النسخة السادسة من طيبة تبتكر بالضغط على الشاشة.
السلام الملكي. التي يملؤون فيها المبدعون
ورواد الأعمال الحياة عزماً ومثابرة، بتمكين من قيادتنا الرشيدة ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أصبحت طموحنا عنان السماء. مقدمكم ياسر السقاف، وأنت بيننا يا صاحب السمو لتؤكد هذا المسار في دعم المبدعين ورواد الأعمال لينفعوا بالعلم الدين والوطن وينفعوا البلاد. نكرر دائما في كل عام في طيبة تبتكر حاملين الراية من المدينة المنورة إلى العالم بإذن الله. فشكرا لكم هذا الحضور البهي. حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم في الحفل الختامي لمسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة طيبة تبتكر بنسختها الخامسة. مسابقة سنوية تطلقها جامعة طيبة تستهدف المبتكرين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمجتمع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. نشجع على الابتكار وريادة الأعمال في عدة مجالات مختلفة بقيمة جوائز تصل إلى 300,000 ريال وأكثر، توزع على 5 مراكز. نشاهد هذا العرض المرئي التعريفي للمسابقة. إيمانك بنفسك. أنا إيمانك بقدرتك على النجاح. طبعاً عندنا هذا المنتج بإذن الله راح يحقق نجاح كبير. إيمانك بأنك تقدر تكون شريكة بالتغيير. والآن جاء دورنا لنثبت للعالم قدرتنا لخلق شيء. إيمانك بالنتيجة. أخيراً سويناها الحمد لله. إيمان شخص فيك وبأفكارك اللي تغير حياة الناس. حضورنا الكريم، تم دعم الجوائز ب 300,000 ريال زيادة من سمو الأمير، فشكرا له على هذه الرعاية وهذا الاهتمام. قصة الإيمان بقدرات الأشخاص بدأت من هنا من المدينة المنورة، رحلة أدارت عقول البشرية وصنعت منهم المبدعين بشتى مجالات العلوم. أسماء سطرها التاريخ كانت أولى خطواتهم من طيبة، ووصل صدى أفكارهم إلى الأرض القاطبة. لم تنتهي قصتنا، فصولها تسطر يوم بعد يوم، ليست سطورا تقرأ فقط، سطور هي واقعنا اليوم. أنت تسير في طرقات هذه الأرض الطيبة، وكل جزء بها يحدثك عن ريال العمل، عن أوقات الإلهام التي صنعتها. تدعك أجزاء المدينة بتفاصيلها تتساءل عمن كان خلفها، من الذي سعى لحياة الآخر وصنع من المجد مجدا آخر. استمرت رسالة الإبداع عندما أطلقت جامعة طيبة رسلها من خريجي مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة طيبة تبتكر، لينشر الإلهام في أركان الأرض وأوساطها. فعاما تلو عام تقدم المسابقة للوطن أولا حزبا من المبادرات الابتكارية والمشاريع والشركات المستقبلية يقودها أبناء وبنات المملكة العربية السعودية. ولم تقف إلى هذا الحد، فامتد عطاؤها إلى البلدان العربية وغيرها من الدول التي سعى شبابها لاستقاء علومهم من بركات طيبة. رحلة التفكير الإبداعي التي بدأت من هنا وتأصلت أساساتها في عقول مجتمعنا ليست إعجازاً اليوم، نحن نمارسها كأسلوب حياة يومي. هنا نفكر ومن هنا نستلهم، هنا نخطط وهنا نطور وهنا نعمل وهنا كل من بطيبة يبتكر. فخورين في منطقة المدينة المنورة بدعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو نائب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد فيصل، بدعمهم الكبير حقيقة لرواد الأعمال في منطقة المدينة المنورة
بشكل خاص، فشهدنا في المدينة الكثير من الاحتفالات والأحداث الكبيرة التي تصب في مصلحة رواد الأعمال. وفي جامعة طيبة أطلقت الجامعة مسابقة طيبة تذكر لدعم الشركات الناشئة منذ 5 سنوات، اليوم نعيش النسخة الخامسة، وقد حققنا الكثير من النجاحات بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم كبير ومتابعة من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن فلان السرار. تساهم مسابقة طيبة تذكر في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، وبالذات برنامج التحول الوطني وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وأيضا تعزز ثقافة ودعم رواد الأعمال. خامس أعوام المسابقة ينقضي اليوم، وعلى مدارها استقبلت أكثر من 2579 مشاركا، واحتضنت 1248 فكرة، وقامت بتخريج أكثر من 57 مشروعا وشركة ناشئة، بعد أن قدمت أكثر من 65 ورشة عمل ودورات تدريبية وجلسات استشارية ولقاءات معرفية وإدرائية قدمها أكثر من 30 مختصا وخبيرا واستشاريا. 10 أشهر في النسخة الخامسة من المسابقة ملأت عقول المتسابقين بكل معاني الإبداع والابتكار، وأكسبتهم مهارات إدارية ومعرفية لإدارة شركاتهم الناشئة التي تمت جذورها معتمدة على أحدث ما وصل له العلم من تقنيات وما يتوقعه العقل البشري بالمستقبل، ويجعل من حياة البشرية أكثر مرونة وحيوية. في صناعة رواد الأعمال والمبتكرين في داخل المدينة المنورة أو على مستوى المدن في داخل المملكة العربية السعودية. تميزت هذه النسخة في المجالات التي تم التقييم عليها من الطريقة للاقتصاد التشاركي والتقنيات المالية. نهتم بتخريج شركات ناشئة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والسوق العربي والدولي إن شاء الله. لم ولن تقف هنا المسيرة، بل تمتد ليحصل الفائزون في هذه المسابقة على مميزات التدريب المكثف في مجالات الابتكار وريادة الأعمال واحتضان للمشروعات الفائزة، وكذلك الوصول السريع والتمكين من المعامل لتطوير المنتجات ومتابعة تقدم المشروع وتسريع نمو الشركة الناشئة. فنحن نؤمن بالفكرة ونسعى لنجعل منها واقعا نلامسه. عقدنا على النجاح وطيبة التذكر كانت خطوتنا الأولى. هل ما نتحدث بفضل الله ثم أمام قيادتنا واللي قدمت لنا طيبة تبتكر؟ بدايتنا كانت من طيبة تبتكر، واليوم إحنا هنا وحققنا حلمنا. لقد باركنا إطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم عظيمتها استدامة وازدهار ابتكار ريادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة للناس المحلي. وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة إرادة الشعب السعودي. الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز، لكن لأن عاش في هذه الصحراء لمدة طويلة لديه خطتين مهمة. الأولى لها هذا اللي جعله يعيش في صحراء صعبة، والثانية عزيمة جبارة تجعله يقاوم أي شيء ويصل أي شيء متمكن فيه. واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول المملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى آفاق جديدة في العالم. قصة الإيمان التي نرويها وما حققتها نحملها على عواتقنا ليشاهدها العالم، وليعلم أننا شعب يؤمن كله بقدرات كله، وأننا نعمل ليل نهار لنخلق أجيالا تفكر وتبدع، لتجعل للإنسان في الحياة حياة تسمو به، وللعلم علما آخر يرقى به، وللمجد مجدا آخر يفاخر به. طيبة تفكر، تلهم، تبدع، تبتكر. مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة، أن تكون أنت الحلم المنتظر.
طيبة تفكر، تلهم، تبدع وتبتكر. كما شاهدنا في العرض المرئي مسيرة كبيرة في طيبة تبتكر، أرقام محققة فعليا وورش عمل مكثفة في مجالات مختلفة. نشكر كل القائمين على هذه المسابقة وتمكين الشابات والشباب في مجتمع المملكة العربية السعودية. وعلى صعيد الأرقام والإنجازات، أحب شخصيا أن أنوه وأبارك لفريق جامعة طيبة بالحصول على لقب بطولة الجامعات السلة النسائية. المبروك. وحصول منتخب الطلاب في جامعة طيبة لكرة القدم على لقب دوري الجامعات السعودية لكرة القدم. متساويين في الإنجازات، قصص نجاح تقدمها جامعة طيبة، واستمرارا لهذه القصص وفي هذا العام تحديدا في طيبة تبتكر بالنسخة الخامسة سنستمع لتجربة من داخل طيبة تبتكر. أرحب برائد الأعمال عبد الحميد التجاري على المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي طيبة للأمير سعود بن خالد الفيصل. أيعين جودي بالدموع وأنزلي شهادة إعجابي لشخصكم تنجلي. فأواه من بعد المسافة بيننا، أيا ليت منزلكم مقابل منزلي. يصبح بالتسليم عند صباحكم وأمسي بالتسليم وذاك مؤملي. أحدثكم عبد الحميد مدير المشاريع التقنية شركة صفون. مستلهمين فكرة شعارنا من كلمة قالها ولي العهد: همة الشاب السعودي تساوي جبل طول. بدأت الفكرة من 9 شهور تقريبا، كانت تراودنا فكرة مشروع ومحتارين بصراحة فين نروح. وما أنسى نصيحة الزميل يوم قال: قدم لجامعة طيبة وحتستفيد، قدم لطيبة تبتكر وحتستفيد. وأنا الآن جاي أقول لكم والله مستفيد. مشروعنا كان عبارة عن نظام مالي، أو خلينا نتكلم عن المشكلة في البداية. كثير من الشركات الناشئة والمتوسطة وأيضا حتى الشركات الكبيرة بتواجه مشكلة في عملية الأنظمة المالية اللي تساعدها في الحسابات الختامية وتساعدها في عملية إصدار الفواتير الإلكترونية. طبعا في حالة وجود الحل بنلاقي تكلفة عالية جدا لتطبيق الحل. من هذا المنطلق ومن هذه المشكلة جاء في بالنا ليه ما ننشئ النظام بكل المميزات لكن الدفع مقابل العمل. من هنا كانت القيمة المضافة لمشروع حلالة. خذ النظام بجميع مميزاته بجميع إمكانياته اشتغل فيه، وبناء على كل فاتورة تتم في النظام نحسب على 5 هلالات. من أهم مميزات النظام عندنا الأرشفة الإلكترونية، المحاسبة الإلكترونية، أيضا إمكانية ربط النظام بأنظمة أخرى، والنظام معتمد من هيئة الزكاة والدخل. طبعا نتكلم في حجم سوق يمثل 32 مليار حجم تقنية المعلومات في السعودية، 12 مليار منها فقط في الأنظمة المالية. فالمجال خصب بمعنى الكلمة، ولقيت أقوى ترحيب ودعم بصراحة من طلبة التكر حتى أكمل مشواري بثقة. طبعا هلل في الأرقام، ما أنسى يوم جينا في أول يوم للمسابقة بعد ما سلمنا كانت مجرد فكرة. خلال 7 شهور الفكرة هذه انتقلت لمنتج نهائي محقق إيرادات وصلت ل 90,000 ريال. للأمانة قبل الصفقة اللي يستاهل الصفقة طيبة تبتكر.
ما انسى نصيحتكم في يوم من الايام جئت وكنت متحطم نسبيا، المنافسه شديده واكثر من 100 متسابق وكانت المنافسه على كلمه شديده. فنصحوني قالوا لي الهلله ايش تساوي عندك؟ فعلا كنت متحطم تساوي مبلغ بس ما اقدر اجيب فيها شيء. فكانت نصيحتهم الهلله هذه في مشروعك في يوم من الايام حتساوي الالوف. وبالفعل يوم ساعدوني اني اؤمن بفكرتي، حاليا احنا محققين 90,000 ريال بفضل الله ثم بتوجيهاتكم نصحكم. والف الف الف شكر لجامعة الطيبة. شكرا لعبد الحميد التجاري. في الأعوام الماضية وعلى مختلف الأصعدة الأفخر دائما بإنجازاتنا على مستوى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب أيضا، ولأننا منظومة متكاملة نشاهد هذا العرض المرئي الذي يعرض نماذج مشرفة نسميها فخر طيبة. بما حققناه مؤخرا من منجزات نضعها على رفوف الفخر لنفاخر بها وبمن كان خلفها من أبناء وبنات هذا الصرح الأكاديمي الذي قامت أسسه بفضل الله ثم اهتمام قيادتنا حفظها الله، التي كان وما زال عطاؤها ممتد لأنها تؤمن بشعبها فكرا وعملا. فاليوم سجلت جامعتنا في تصنيف تايمز الجامعات العالمية للعام 2023 ضمن أفضل الجامعات السعودية، واعتلى 20 باحثا من جامعة طيبة قمة قائمة ستانفورد كأفضل 2% من علماء العالم، وحقق طلبتنا أرقام وجوائز متقدمة في مختلف مجالات العلوم والمنافسات المحلية والدولية وللمزيد بقية. ونحن إذ نعلن هذا لنقول أننا نفخر بهم وبمنجزاتهم وبكل ما يحققونه من أجل وطنهم وجامعتهم ومجتمعهم ولأنفسهم. أنا أعتقد أنه بالنسبة لطالب في الهندسة تحديدا من قسم الهندسة الميكانيكية دائما الطموح هو أن الواحد يصنع مشروع كبير. المشروع بالنسبة للمدني باهر يعتبر لنا مشروع مرة كبير. عندنا أصلا بدأت تختار مشاريع معينة، أقول تفكر عن مشروع معين، فكان التحدي هنا أن نختار مشروع قوي مشروع كبير، وايضا كان في فكره انه كيف ممكن نختار مشروع نقدر نخدم في الوطن. واحده من اهم الاهداف عندنا انه هذه السياره تخدم في موسم الحج. المشروع كان صعب ما كان سهل. الحلم كان في البدايه ممكن يعني ما ينجز. وصلنا لمرحله من فقد الامل في البدايه. ولكن بعد شهر شهرين اكتشفنا انه احنا صراحه مو لحالنا. اكتشفنا انه احنا في جامعه فيها دكاتره من اعلى المستويات، كانوا اغلب الدكاتره مو اغلب الدكاتره كل الدكاتره يحاولوا يساعدونا في الوصول للهدف. عماله شؤون الطلاب بالنسبه لي هو المكان اللي انصقل فيه شخصيتي الحقيقيه. تماشيا مع رؤية 2030 وبفضل حكومتنا الرشيدة حفظها الله، كان اتجاهها دائما حول البيئة والحفاظ عليها. فمن هنا انطلقت فكرتنا في هاكاثون البيئة. كانت فكرتنا تتحدث عن مشروع عين الحمى، واللي بيستخدم وبيستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الحياة البيئية. بالنسبة للمنافسة كانت منافسة على مستوى المملكة في هاكاثون البيئة، كان يتكلم عن إنه كيف تخدمي أو تخدمي البيئة عن طريق استغلال تقنيات الحديث. فمن هنا انطلقت فكرتنا، قدمنا مشروع عين الحمى واللي كان عبارة عن كاميرات تراقب المحميات وترصد تنوع الضحايا والحيوانات، ترصد الأخطار اللي بتواجه الحياة البيئية. فزنا بالمركز الثاني في هاكاثون البيئة. الجائزة كانت 100,000 ريال. احنا مو بس كسبنا الجائزة، احنا كسبنا اننا وسعنا مداركنا، وسعنا علاقاتنا العامة،
سعيدة جدا إني أنا كنت جزء في هذا الفريق. سعيدة جدا إني جزء من هذا التغيير اللي حاصل في المملكة العربية السعودية، وإني ساهمت في تطوير وبناء الحاضر. رسالتي للطلاب والطالبات اليوم: لا تحصروا نفسكم في مجال تخصصكم. تعرفوا أكثر على البيئة من حالكم. أخرجوا من الكومفورت زون اللي أنت فيها. قدموا شيء للمملكة. واقبلوا أي ترشيح فرنسيين عشان تحققوا طموحكم وتوصلوا لأعلى بلاد. التقديم على برنامج قمم على مرحلتين. المرحلة الأولى بلغ عدد المتقدمين بدفعة سنة 2021 أكثر من 19,000 متقدم ومتقدمة من طلاب جامعات المملكة، حيث تأهلت المرحلة الأولى ضمن 150 مرشح ومرشحة، ثم أجرينا المقابلات الشخصية واختير 50 من ضمن المرشحين، ثم بدأنا البرنامج وكانت مدته 12 يوم. كان البرنامج مكثف، قضينا بزيارات ميدانية إلى عدد من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية. كذلك وفرت لنا جلسات إرشادية خاصة مع شخصيات إدارية رائدة وكذلك رؤساء تنفيذيين. أيضا تدربنا على القيادة من قبل مدربين محترفين وتنفيذيين يعملون في شركات رائدة. وبعد انتهاء برنامج قمم نشرت سيرتنا الذاتية على موقع قمم الإلكتروني، ومشاركتها كذلك مع تنفيذيين ومديري موارد بشرية لشركات رائدة، لأكون بإذن الله إحدى الرائدين في المملكة العربية السعودية. وبالختام كرمت بحصولي على وسام قمم تمكين القيادات الواعدة. انضمامي لبرنامج قمم هو كان لدي هدف سامي، هو ان لدي طموح عالي اني اكون من احد القيادات الرائدة في السعودية حتى اتمكن من خدمة الوطن وقيادته، حيث الانسان مهما بلغ مهما عمل ومهما افنى من وقته لازال ممتن لخدمة وطنه وخدمة قيادته وخدمة شعبه. برنامج أطر الكلام هو البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم، ضم أكثر من 40,000 مشترك في أكثر من 80 دولة حول العالم. كان متخصص في جمال الصوت في الأذان والقرآن الكريم. خط المركز الثالث عالمياً والأول عربياً ولله الحمد في هذه المسابقة في مسار أجمل صوت في الأذان. في منصات كثيرة في جامعة دايما وفي منصات أخرى تساعد أي شخص موهوب أو عنده موهبة أن يصقل هذه الموهبة اللي يمتلكها في بشكل جميل ومطور، كمثال من جامعة طيبة ومبادرة طيبة تبتكر، مبادرة جميلة جدا، يستطيع الشخص أنه يصقل موهبته فيها ويبين قوته وشراسته في بناء الشركات الناشئة. صراحة جداً جميلة وغيرها من أشياء كثير والذي لا تعد ولا تحصى في الجامعة. أشكر سيد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما بذلوه وما يبذلوه لهذا الوطن الغالي والعزيز. نرحب على المسمح الآن بمعالي رئيس جامعة طيبة دكتور عبد العزيز السلفاني للقاء كلماته فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله، راعي الحفل نيابة عن سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله، صاحب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، حضور الكرام، أبناء الطلاب وبنات الطالبات سواعد هذا الوطن، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في جامعتكم جامعة طيبة، والتي جعلت جل جهدها واهتمامها نشر ثقافة العمل الحر أمام الشباب
وتشجيع الريادة في الأعمال والابتكار والتطوير. نحتفل معكم في يوم من أيام الإبداع والابتكار واهتمام مستمر متواصل من قيادتنا الرشيدة من لدى مولاي السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ومن سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في دعم الإبداع والابتكار في كافة المجالات وإيجاد البيئة المحفزة لهما وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تبني حلول ابتكارية وتوليد أفكار جديدة وفق رؤية المملكة 2030. تعيش المملكة عامة ومنطقة المدينة المنورة خاصة نقلة نوعية في مختلف المجالات، مما يدل على قوة اقتصاد المملكة وسلامة منهجها في رؤيتها الطموحة، وتأكيد لا لبس فيه عن دور المملكة العربية السعودية في جميع المستويات الإقليمية والعالمية. منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تشهد المملكة العديد من الفعاليات والمتديات سعياً لمواكبة التحولات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويعد الابتكار من أهم محركات النمو الاقتصادي لما لها من أثر في خلق فرص العمل ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحويل الأفكار الابتكارية والإبداعية إلى منتجات وخدمات مبتكرة وشركات ناشئة. ونحن اليوم إذ نحتفل باختتام مسابقة الشركات الناشئة المبتكرة طيبة تبتكر 5 تحت رعاية كريمة وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خادم فيصل حفظه الله نائب أمير منطقة المدينة المنورة. وانطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع، أطلقت جامعة طيبة هذه المسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة لمدة 5 أعوام متتالية، حيث تسعى الجامعة من خلال المسابقة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة على اعتبار أن ريادة الأعمال والمنشآت الناشئة والمتوسطة والصغيرة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي لما لها أثر من خلق فرص العمل ودعم الابتكار ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال. ومن منطلق دورنا في جامعة طيبة نسعى إلى تفعيل منظومة الابتكار وريادة الأعمال التي تساهم في نقل المعرفة والتوعية بالتقنيات الحديثة وإيجاد بيئة حاضنة لريادة الأعمال. ومن ضمن جهود الجامعة مسابقة طيبة تبتكر، وهي مسابقة سنوية لبناء الشركات الناشئة المبتكرة تستهدف المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمجتمع على أرض الوطن كاملا لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال برعاية ودعم من سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائب حفظهم الله. صاحب السمو ضيوف الأكارم للمسابقة 4 نسخ بلغ عدد المتقدمين لها في النسخ الأربع 2269 متسابق، تقدموا 2051 فكرة وخرجت 57 مشروع ريادي وشركة ناشئة. تركزت أبرز مشاريع هذه المسابقة في النسخة 5 على مجالات التطبيقات الصحية وتطبيقات المدن الذكية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني من خلال تبني التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. في النسخة الحالية تم التركيز على ما يخدم المستجدات التقنية التي تظهر حول العالم مثل تقنيات الجيل 5 والتقنيات المالية الفينتك والاقتصاد التشاركي والتقنيات الحيوية وسلاسل المدن. وتم فرز المتسابقين من خلال جلسة التحكيم في كل مرحلة من حيث بلغ عدد المشاريع المتأهلة للمرحلة الختامية 20 شركة ناجحة استوفت المتطلبات الخاصة وحصل المتسابقين على الدعم اللازم. أيضا تم تقديم 12 ورشة تدريبية بواقع 42 ساعة تدريبية وتدريب في جميع مراحل المسابقة.
كما تم عدة زيارات لجهات تدعم ريادة الأعمال مثل زيارة افتراضية لمعمل جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية التقنية كاوست، وزيارة إلى مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وتخلل فترة المسابقة استشارات وجلسات إرشادية في مختلف المجالات منها استشارات قانونية وفنية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتم تصنيع للنماذج الأولية في معمل الفاب لاب في الجامعة حيث أنه معمل متخصص ومزود بجميع الطابعات الحديثة. الحضور الكرام، تحظى هذه المسابقة بمتابعة واهتمام بالغ من سمو أمير المنطقة ومن سمو الأئمة حفظهم الله لتساهم في تقديم المدينة المنورة كوجهة عالمية لانطلاق المشاريع واستقطاب الاستثمارات النوعية لرواد الأعمال وتطوير قدرات المبتكرين ومساعدتهم في اكتساب معارف ومهارات ريادة الأعمال ولتنمية قطاع رواد الأعمال بالمنطقة وجعل المدينة مركزا رقميا وتقنيا وابتكاريا. يعمل فريق مسابقة طيبة التكر بالجامعة وشركة وادي طيبة بجهود حثيثة لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة في المنطقة عبر توفير بيئة جاذبة وشراكات مميزة مع القطاعين العام والخاص لصناعة شركات ناشئة قائمة على الابتكار تخلق وظائف نوعية وتساهم في الاستدامة الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة. سمو الأمير، ضيوف الأكارم، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل والتقدير الوافي لوقف الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه يرحمهم الله على دعمهم لمسابقة طيبة تبتكر خمسة ودعم المشاريع المتأهلة والفائزة بالمسابقة لهذا العام ورعايتهم للمسابقة في نسختها الخامسة كاملة. وشكري لأمين الوقف الشيخ عبد الباري ثبيتي حفظه الله على الدعم الدائم والمؤازرة. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لكم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على حضوركم ورعايتكم وتشريفكم ودعمكم الكريم لرواد ورائدات الأعمال في المنطقة، كما لا يفوتني أن أبارك لأبنائي المتسابقين المتأهلين للمرحلة الختامية، وأشكر جميع من ساهم في هذه المسابقة من خلال ورش العمل والجلسات الإرشادية ولجان التحكيم والفريق التنظيمي للمسابقة واللجنة الأخيرة التي سوف يصدر أسماءها بعد قليل إن شاء الله. والشكر موصول إلى جميع ضيوفنا الأكارم الذين يزيدون جامعة طيبة دعما وتشجيعا ببذل المزيد من الأعمال، وهذا أكبر حافز لنا. كما أشكر الزملاء والزميلات وأبنائي وبناتي المبدعين الذي عقد هذا اليوم لأجلهم وبرعاية كريمة من سمو أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الذي سوف يسلمهم جوائزهم بهذه الليلة المباركة. حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني. نستأذن سموكم بالتفضل على المسرح لتكريم شركات الراعية وأعضاء لجان التحكيم، ومن ثم سنعلن المحل الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى. ونتفضل معالي الدكتور رئيس جامعة طيبة أيضا بالمشاركة بتكريم الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين. شركاء النجاح للمسابقة هم: وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه، شركة وادي طيبة،
ترجم أفكارك على شؤون طلاب جامعة طيبة. شركة سادات الأعمال التجارية. شكرا جزيلا لشركاء النجاح على دعمهم هذه المسابقة التي تهتم بالمبدعين من المبتكرين ورواد الأعمال. والآن تكريم أعضاء لجنة التحكيم الذين ساهموا في إنجاح المسابقة. نبدأ بوكيل جامعة طيبة الأستاذ الدكتور سلطان بن زيد العمري. رئيس برنامج التنمية الوطني المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص. مدير عام الإدارة العامة للتقنيات الناشئة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد بن صالح الشذري. الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور جابر فرج الطيري. مديرة مركز الابتكار بشركة وادي طيبة الدكتورة نورة بنت عيد الرفاعي. مدير وحدة كفاءة الإنفاق وأخصائي ابتكار معتمد المهندس محمد الرشيدي. مقرر اللجنة مدير إدارة الابتكار وريادة الأعمال الأستاذ أيمن بن مرشود الرحيمي. شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم الذين ساهموا في إنجاح طيبة تبتكر بنسخته الخامسة. والآن حضورنا الكريم اللحظة الحاسمة والمهمة، سنعلن عن الفائزين الخمسة في مسابقة طيبة تبتكر بنسختها الخامسة. الفائز بالمركز الخامس وبنفس عدد النقاط، هناك فائزين اثنين بالمركز الخامس و30,000 ريال. أولا تطبيق يساعد على التعرف على معالم المدينة ومنتجاتها ويقدم رحلات سياحية وفعاليات متنوعة، هذه طيبة. ثانيا الفائز بالمركز الخامس بنفس عدد النقاط و30,000 ريال هللا. ألف مبروك. الفائزين بالمركز الخامس و30,000 ريال لكل فريق، هذه طيبة وهللا. هللا هو نظام إدارة جميع موارد الشركة عبر منصة واحدة تلبي متطلبات العمل والعميل. ألف مبروك.
الفائزين بالمركز الرابع ايضا فريقين 42,000 ريال. مبروك ل SDT Saudi Developers Team فرسان من العرب. الآن على المنصة وعلى المسرح فريق بيون في المركز الرابع بعدد النقاط نفسها 40,000 ريال. ألف مبروك. المركز الثالث أيضا فائزين اثنين بنفس عدد النقاط و 50,000 ريال لكل فريق. صيدا منصة تربو تصحيح المشاريع الربوية الصغيرة والمتوسطة لمصدرين السلع الاستهلاكية. ألف مبروك فريق صيدا. والفريق الثاني مجازة 50,000 ريال فريق ردود. مبروك. سيطر على المسرح الآن وجائزة 50,000 ريال. في المركز الثالث وفريق ردود تطبيق لربط الباحثين عن شاحنات النقل والبضائع والناقلين لها في منصة واحدة. حصل على المركز الثاني و80,000 ريال فريق أكسندا. أكسندا هي منصة لربط الطلاب ببعضهم لمشاركة التجارب والمعرفة. فريق أكسندا يبقى عن تجارب بحكث المعرفة ولاش اختبارات وواجبات لو سمحتم. منصة لربط الطلاب ببعضهم البعض لمشاركة المعرفة والتجارب. المبروك فريق أكسندا 80,000 ريال في المركز الثاني. والآن من 402 مشروع تم تقديم وصول أمير وثلاثة تصفيات في مراحل مختلفة وظل صامدا حتى النهاية بمشروع يستحق أن يكون في المركز الأول والفوز ب100,000 ريال سعودي. فريق طوارق ألف مبروك.
شكرا يا صاحب السمو على الرعايه الكريمه لهذا الحفل، شكرا لجامعه طيبه، شكرا للمبتكرين ورواد الاعمال ولكل من شارك وساهم. الان سمو الامير لو تفضل بتدشين النسخه السادسه من طيبه تبتكر بالضغط على الشاشه. Thank you.